وهي أن ذكر البعض أن بعض الناس عنده يعني من المعاصي ما الله به عليم، فيدعى إلى الصلاة يقال له صل، يقول شو تفيدني الصلاة، يقول عن نفسه إنه خربان، يعني المعاصي كثيرة، أنا أصلي أضحك على نفسي. هذا من الشيطان، وهو أن يوصله إلى مرحلة اليأس من رحمة الله، فلا يترك الصلاة. مسألة كثير من أهل العلم ذهب إلى أن تاركها كافر، شارب الخمر ليس بكافر، الزاني ليس بكافر، وإنما جاء في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، يعني فليفعل الإنسان ما يفعل من المعاصي، المهم لا يترك الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة على طول مباشرة. فلانتبه، بارك الله فيكم.